أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: إذا رأى الشخص ربه في المنام، هل صورة الله جل وعلا في حقيقته مثل ما رآها الرائي في منامه؟ الله يا أخواني، أنا ما أدخل بها الأمور هذه، ما أدخل بها الأمور هذه. ومن هو اللي عنده أهلية أنه يعرف الله تمام المعرفة ويراه بصورته سبحانه وتعالى؟ ما يجيها الشيطان يقول أنا الله أو أنا ربك أو يقول أنا رسول الله. هذا يدخل الإنسان، ترى الإنسان يدخل في أشياء قد لا يخرج منها، يترك الأشياء هذه. رؤية الله في المنام تحتاج إلى إيمان، قوة إيمان ومعرفة بالله سبحانه وتعالى وقوة علم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.